بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين 22 من شهر أغسطس لعام 2022. يا صباح الخير والجمال على حضراتكم. صباح الخير من مصر أم الدنيا، مصر بلد الأمن والأمان. سعداء إن احنا بيتجدد لقائنا بحضراتكم يوميا في تمام الثامنة صباحا على الهواء مباشرة من على شاشة أكسترا نيوز في هذا الصباح. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفقرات، والنهاردة أيضا ستخرج كاميرتنا أكسترا نيوز، أو هي بالفعل خرجت وموجودة في مدينة العالمين لمتابعة القمة العربية الخماسية بين مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات. هيكون لنا إن شاء الله مجموعة من اللقاءات هناك ونعرف أحدث المستجدات، وأيضا هيكون لنا تقارير، مجموعة كبيرة من التقارير المصورة، إلى جانب أكيد قراءتنا اليومية مع أبرز عناوين صحف هذا اليوم. أهلا وسهلا مرة تانية بحضراتكم في هذا الصباح. يا حلو صبح مغنى فل، يا حلو صبح يا حلو تل، يا حلو صبح مغنى فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل. أهلا بحضراتكم من جديد. والبداية مشاهدين الكرام، حيث قال مصدر مصري مطلع لأكسترا نيوز إنه من المقرر إنه من المقرر أن تشهد مدينة العالمين قمة تجمع قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات. وأضاف المصدر أن القمة تأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة. وفي هذا الإطار، علاقات متميزة تلك التي تجمع بين مصر ومحيطها العربي، في ضوء الجهود التي تبذلها مصر لتكريس التكامل والتعاون العربي في المجالات كافة. فبتوجيهات من القيادة السياسية، تمكنت مصر من توجيه هذا التعاون والتكامل بما يخدم مصالح دول المنطقة ويتماشى مع التهديدات العالمية والإقليمية غير المسبوقة. تفاصيل المشهد العربي. تظل مصر دوما هي الرقم الأهم في معادلة التضامن لتنسيق المواقف العربية المشتركة والانطلاق بالعلاقات الثنائية والعربية إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل في المجالات كافة. فعلى مدار السنوات الماضية عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا على الصعيد السياسي في تعزيز العلاقات مع الدول العربية في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وأشقائها العرب، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد. وجاءت آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019، لتؤكد حرص الدول الثلاث على الحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم. كما أكدت مصر تطلعها إلى تعزيز التعاون البناء مع الأردن والإمارات، والانطلاق سويا نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية، والتي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة. وفي هذا السياق،
جاءت القمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين لتؤكد حرص الدول الثلاث على الارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم الاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية للقاهرة وعمان والمنامة إقليميا ودوليا. أما على الصعيد الاقتصادي، فكانت القاهرة حاضرة بإيمان القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في كافة المجالات، وخاصة التجارة والاستثمار، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. ومثلت الشراكة التكاملية الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين أولى خطوات تحقيق التكامل الصناعي العربي، بداية من توحيد الموارد والقدرات التنافسية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية في دول الشراكة، والتي تمتلك قوة شرائية وبشرية كبيرة تقدر بنحو 122 مليون نسمة، مع توفر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى تعزيز أداء ومرونة سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وذات الأولوية في هذه الدول. نبدأ مع حضراتكم بمجموعة من أخبارنا المتنوعة، والحقيقة أنه دايماً تقدم أي جامعة في التصنيف حتى لو بمركز واحد أو مجموعة من المراكز يعني القليلة، ده بيؤشر إلى أنه في عندنا تطور في وسائل وأساليب التعليم، وفي عندنا أيضاً تطور في فكرة ومجال البحث العلمي. ما بالنا ونحن نتحدث الآن عن تقدم ب 120 مركز. نتحدث الآن عن جامعة جنوب الوادي اللي ظهرت في تصنيف الجامعات بحسب الأداء الأكاديمي في مجال الهندسة ومجال العلوم البيولوجية وأيضا مجال العلوم الطبية والصحية للعام الدراسي 2021-2022. جامعة جنوب الوادي حققت قفزة كبيرة في التصنيف الأساسي لإصدار 2022، حيث تم إعلان حصولها على المركز 1687 عالميا من إجمالي 3000 جامعة عالمية. وبالتالي زي ما ذكرت لحضراتكم بتتقدم 120 مركز عن العام الماضي 2020. للتعقيب معنا هاتفيا الاستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعه جنوب الوادي. دكتور يوسف صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير فندم على حضرتك وعلى جميع مشاهدينك الكرام عبر شاشاتكم الرائعه سي بي سي اكسترا نيوز. اهلا وسهلا يا فندم. دكتور يوسف، ما الذي يعني تقدم جامعه جنوب الوادي 120 مركز عن التصنيف الاخير 2020؟ اولا اوجه التحيه والتقدير للقياده السياسيه على مبادره الجامعات الأهلية المنبثقة من رحم الجامعات الحكومية، وفي السياق ده بشيد بجهود وزارة التعليم العالي الدؤوب لبدء الدراسة في هذا العام في جامعة جنوب الوادي الأهلية عبر ثلاث برامج، هي برنامج الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات، وأيضا أثمن جهود الدولة المصرية في دعم التعليم في جنوب مصر. لولا هذه الاعتمادات المالية والمساعدات الفاعلة من الدولة المصرية لدعم التعليم في جنوب مصر ما كانت هذه الأرقام ولا ما كانت هذه الإحصائيات. الإحصائيات يمكن سعادتك اللي تفضلت ذكرتيها، ده كان عبارة عن تصنيف الجامعات على حسب الأداء الأكاديمي، وده بيركز على الجهود الأكاديمية والجودة الأكاديمية لعدد 3000 مؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء العالم في 61 مجال متخصص. التصنيف ده بيعتمد على 6 مؤشرات للأداء الأكاديمي اللي تشكل الأبحاث أساس منهجية التصنيف.
بتركز على جودة وكمية الأبحاث والتعاون الدولي كمؤشرات. ظهرت الجامعة في ثلاث مجالات هذا العام لأول مرة: العلوم الهندسية والعلوم البيولوجية والعلوم الطبية الصحية زي ما سعادتك تفضلتي وذكرتي. الجامعة نعم قفزت قفزة هائلة في التصنيف، احتلت المركز 1687 من أصل 3000 جامعة عالمية متقدمة، ومتقدمة 120 مركز عن العام الماضي، ومحليا في المركز 18 من إجمالي 32 جامعة مصرية. ده يمكن بالنسبة لتصنيف القائم على الأداء الأكاديمي. في تصنيف الويب ماتريكس تقدمت جامعة جنوب الوادي 182 مركز في إصدار 22 مقارنة بالإصدار 2021. احتلت الجامعة المرتبة 2104 بينما كانت في العام الماضي 2286، وأفريقيا تقدمت 3 مراكز إلى المرتبة 50 بدلا من 53 في العام الماضي. نعم. الويب ماتريكس أدرج 76 مؤسسة مصرية في العام 2022، كان فيه 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي حول العالم من 200 دولة. جامعة جنوب الوادي احتلت المرتبة 17 بين المؤسسات المصرية. هذا التصنيف قائم على 50% من تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للمؤسسة والشفافية والشبكات، 10% للشفافية و40% الانفتاح والاستشهاد البحثي والأوراق البحثية. طيب خليني أنا أسأل سؤال بالحديث عن الويب ماتريكس يا دكتور يوسف، لأنه التصنيف فيه يبدو للبعض أنه ممكن يكون معقد شوية، والكريتيريا أو المعايير بتكون دقيقة جدا. ما هي المعايير الأساسية التي يتم التقدم بمستوى الجامعة أو من مركز الجامعة إلى مراكز أعلى وفقا لويب ماتريكس؟ الويب ماتريكس ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى أو المؤشر الأول تأثير المحتوى الإلكتروني للمؤسسة والشبكات الخارجية، يعني قائم ده بنسبة 50% قائم على الويب سايت بتاع الجامعة أو المؤسسة البحثية على الشبكة العنكبوتية، 10% الشفافية و40% على الانفتاح. الانفتاح معني به الاستشهادات البحثية والأوراق البحثية، جودة الأوراق البحثية المقدمة. يمكن هم في الويب ماتريكس أفردوا تصنيف فرعي من التصنيف المنضوية تحت لواء الويب ماتريكس قائم على الاستشهادات البحثية فقط. احتلت جامعة جنوب الوادي المركز 17 محليا من أصل 41 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف الويب ماتريكس الاستشهادات البحثية. أبرز الكليات الموجودة يا فندم عند حضراتكم إيه، والجديد منها إيه، وخلينا نقول الأهداف إن شاء الله المستقبلية أن يتم إضافة تخصصات إيه أيضا تحت مظلة جامعة جنوب الوادي؟ هو طبعا إحنا 21 كلية ومعهدين بالجامعة، ومقر للجامعة وفرع للجامعة في مدينة الغردقة يشتمل على 3 كليات. تمت إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمدينة الغردقة، وأيضا كلية الألسن في العام الماضي. نعم. حاليا في دور إنشاء كلية السياحة والفنادق بمدينة الغردقة، وكذلك كلية العلوم وكلية الفنون التطبيقية، حتى يشتمل عقد الكليات الموجودة في الفرع إلى أكثر من 5 كليات حتى تصبح مؤهلة للانتقال. نعم. لتصبح جامعة مستقلة. نعم. الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم، ومبروك لحضرتك ولكل القائمين على هذا الصرح العلمي الكبير، وأيضا مبروك لكل الطلبة اللي كان أكيد أيضا بمستوى الطلبة والباحثين اللي أكيد بمستوى تقدمهم كان في تأثير كبير جدا لتقدم الجامعة 120 مركز في التصنيف عن التصنيف الأخير. هنروح مع حضراتكم إلى خبر آخر، والحقيقة أنه من جهود الدولة المصرية الفترة الأخيرة والحاجات والملفات اللي اهتمت بيها جدا وأنجزت العديد فيها، هو خطة إزالة وتطوير المناطق الخطرة والمناطق الغير آمنة، ودي من المشروعات اللي بتعمل على تغيير حياة المواطن أكيد للأفضل وبشكل كبير جدا، والقضاء أيضا على المناطق الغير آمنة. بيتم حاليا نقل سكان 3 من مناطق مصر القديمة، وهي السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر. هي عبارة عن مواقع يعني نقدر نوصفها أنها للأسف الشديد عشش وصفيح، حياة طبعا غير آدمية بالمرة، شوارع غير مخططة غير منظمة،
وفيها طبعا تراجع كبير للخدمات بداخلها، ده إذا كان فيها أصلا عدد من الخدمات بداخلها. الذي يحدث هو أنه بيتم نقل سكان هذه المناطق تباعا إلى مشروع الخيالة، بيتم تسليم الأهالي وحدات سكنية جاهزة ومفروشة على المفتاح زي ما بنقول. الحقيقة أنه ده يأتي كجزء من مشروعات عديدة لنقل المواطن المصري من أي منطقة هو كان بيسكن فيها تندرج تحت المناطق الغير آمنة إلى مناطق أخرى أكثر استقراراً أكثر أماناً، وليحيا المواطن المصري الحياة الكريمة بمعنى الكلمة. للمزيد عن مشروع الخيالة نتابع مع العرض التالي. وللتعقيب عن هذا المشروع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني. صباح الخير دكتور إسلام. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مصر الجديدة، مصر القديمة كحي يعني كلها على بعضها كده طبعا بقدر ما هي منطقة تاريخية وأثرية وقديمة وهامة جدا في مصر، إلى أنه المناطق الغير آمنة اللي كانت موجودة فيها والسكن الغير آدمي اللي كان فيه عدد كبير من أهالينا كان يعني أو دفع الدولة المصرية أن تدرج مصر القديمة ضمن المناطق التي تقوم بنقل سكانها منها إلى مناطق أخرى آمنة وأكثر كرامة حتى على سبيل يعني أو على مستوى الحياة الإنسانية اليومية. كلمنا أكثر عن هذا المشروع والثلاث مناطق تحديدا اللي تم اختيارهم في مصر القديمة لنقل المواطن المصري منها. زي حضرتك قلت كده، منطقة مصر القديمة هي منطقة فيها أكثر من مشكلة. المشكلة الأظهر والأكبر هي مشكلة التوغل العشوائي وتدخله مع المناطق ذات الطابع الخاص أو المناطق الأثرية. في الحقيقة المشروعات اللي الدولة قامت بيها في الفترة اللي فاتت هي كانت بتتوجه لحل المشكلتين دول. هنلاقي منطقة زي منطقة سور مجرى العيون ومنطقة البسطاط وعين السيرة، المناطق دي كانت هي بالرغم من وجود فيها مناطق أثرية زي سور مجرى العيون ومسجد عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة وغيرها، تدخل معاها مجموعة من المناطق الخطرة وغير الأمنة اللي هي اتصنفت في مصر تحت بند الأكثر خطورة، يعني زي مناطق بقى اسطبل عنتر وزي المنطقة اللي حضرتك تفضلت، ثلاث مناطق اللي حضرتك تفضلت بيهم النهاردة واللي اتعمل لهم منطقة الخيالة. التداخل ده كان عامل مشكلة انه المناطق الأثرية بتاعتنا في الحقيقة أصبحت مناطق ما بنقدرش نودي ليها السياحة الوافدة، لأن هي الخلفية العمرانية بتاعتها صحيح. هي خلفية عشوائية صحيح. وبالتالي خسرنا الـ 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 العنصر السياحي الهام اللي كان موجود فيها بالضبط. وفي نفس الوقت أصبح هناك مواطنين عايشين في مناطق في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت كده هي مناطق غير إنسانية ومناطق تفتقر لكافة الخدمات، والأخطر من كده أن هي كانت بؤر فيها من العناصر الخارجة عن القانون كتير جدا وبتمارس فيها أنشطة غير قانونية. في الحقيقة اللي حصل هو نقلة كبيرة جدا. عايز أقول لحضرتك أن احنا يعني كنا بنعاني وكنا بنقدم مقترحات كتيرة جدا في جميع الجامعات لتطوير المناطق العشوائية، ولكن ما كانش في قيادة قادرة على حل المشكلة. النهاردة 190 منطقة عشوائية الموجودين في مصر، فكرة ان هم يترصدوا ويتحدد منهم المناطق الاكثر خطورة اللي هم حوالي 23 منطقة، ونبدأ النهاردة بعد اقل من 5 او 6 سنين نكون تقريبا بننتهي منهم،
انا شايف ان ده تطور رائع وقوي جدا. واللي حضرتك بتقوله ده يا فندم اللي الدوله المصريه عملته كمان هو تنفيذ واضح وعملي على مبدا الاولويات، انه احنا شفنا فين المناطق الاكثر خطوره فعلا اللي ما كانش ينفع نستنى عليها اكتر من كده، ودول اهالينا اللي بدانا فورا بعمليات نقلهم وتوفير مساكن اخرى ليهم. فهنا مبدا الاولويات برضو مهم جدا. ده حقيقي، وده واضح جدا في الاربع مراحل، يعني ال 109 يعني اتحولوا الى اربع مراحل الاكثر خطوره زي ما حضرتك قلتي. وفي الحقيقه الاليه كمان بقى، خليني اقول لحضرتك الاليه اللي تم بيها هي اليه بتراعي البعد الانساني، لانه من اكثر المشاكل اللي بتقابلنا في مشكله تطوير العشوائيات هي العنصر البشري، وخصوصا في مصر. احنا في مصر بنحب اللمه، بنحب نبقى جنب بعضنا، وما بنحبش نغير اماكننا بسهوله. صحيح. وبالتالي فكره ان احنا نوفر اماكن بديله للسكان ما كانتش بسهوله، وعشان حتى كمان نسمح لهم بالرجوع ده كان متاح. طيب ده حصل في مناطق زي مثلث ماسبير صحيح. طيب حاليا اخيرا يا دكتور، طلعنا من المناطق الغير امنه في مصر القديمه ورحنا لمشروع الخيال، خلينا ننسى بقى اللي فات ونقفل عليه ونطلع لمستقبل باذن الله افضل ومناطق سكنيه امن واجمل وما الى ذلك. ادينا فكره عن مشروع الخياله وازاي اهالينا ان شاء الله هيلاقوا هناك في قدر كبير من الخدمات والمناظر الطبيعيه. انا عارفه برضو ان الدوله دايما بتحرص على وجود اللاندسكيب او المناطق الواسعه اللي بيبقى فيها كمان كثير من الخضره في اي مشروع بينتقل اليه اهالينا. مشروع خياله هو واحد من المناطق النقل بقى، المناطق المطوره اللي هننقل فيها المناطق سكان المناطق الخطره، وده في الحقيقه بيتوفر فيه مش بس مجموعه من المباني السكنيه، لا هي في الحقيقه كمان كان المباني الخدميه زي نقطه شرطه وزي نادي وزي ملاعب وزي ما حضرتك قلت كده مناطق اللاندسكيب الترفيهيه. وفي الحقيقه الحاجات دي هي من عناصر الحياه الكريمه ومن الحاجات اللي بترفع جودة الحياة. نعم. مصر تقدمت على فكرة كتير جدا بسبب المشروعات اللي زي كده، زي الأسمرات وزي مشروع الخيال اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، لأنه في الحقيقة المناطق دي زمان كانت تسمى مناطق إيواء، ما كانش بيبقى فيها أي خدمات. النهاردة في مشروع الخيالة عندنا جميع الخدمات اللازمة لانه المواطن يتنقل من المناطق العشوائيه وغير الامنه وغير المخططه عشان يتنقل في مكان يلاقي فيه مكتب البريد، يلاقي فيه المدرسه، يلاقي فيه المستشفى، وبالتالي يتوفر معنى السكن، انه الانسان يبقى في الحقيقه عايش في سكن، في هدوء، في طمانينه، انه خدماته كلها متاحه، عناصر اللي هتساعده كلها وهتساعد اولاده. وفكره انه السكن مش بس اربع حيطان انا قاعده فيهم، لا هي البيئه المحيطه كمان زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، البيئه كلها على بعضها المحيطه بينا، يعني بيئه ترتقي الى ان تكون مكان جميل وامن الى كل السكان. الدكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. دائما الحقيقه بنفخر بهذه الصور عندما نرى المستقبل القريب حتى وليس البعيد ان شاء الله بيشرق بنقل اهالينا الى مناطق اكثر جمالا واكثر يعني طمأنينه ليهم حتى ان هم يسكنوا في هذه المناطق الجديده. كمان من الملفات اللي الدولة المصرية بتسعى طول الوقت لتطويرها هو ملف التعليم، وخصوصا التعليم الفني زي المدارس الصناعية، زي المدارس التكنولوجية، المدارس الزراعية أيضا. النهاردة معانا خبر كمان عن إنشاء أول مدرسة ثانوية زراعية في الطور في جنوب سيناء، تكلفتها 40 مليون جنيه مصري. زي ما احنا بنشوف مع بعض كده دلوقتي، ده الكونستراكشن وده البنى، وهي تكون اول مدرسه ثانويه زراعيه في جنوب سيناء. الحقيقه انه في تفاصيل كتيره جدا واسئله كتيره كانت عندنا عندما قرانا هذا الخبر، الكثير من هذه التفاصيل هنشوفها مع حضراتكم في سياق العرض التالي.
تفاصيل أكتر أكيد عايزين نعرفها. هناخد اتصال هاتفي مع الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذة نيفين. ما الذي يعني إنشاء الدولة لأول مدرسة ثانوية زراعية في الطور في جنوب سيناء من حيث فكرة اهتمام الدولة وتشجيعها على التعليم الفني؟ الحقيقة الدولة اهتمت بالتعليم الفني اهتمام كبير جدا خلال السبع سنوات الماضية، من حيث تطوير المناهج، من حيث إضافة تخصصات، من حيث إلغاء تخصصات لا يتطلبها سوق العمل. وهذا الاهتمام انعكس بصورة كبيرة على خريجي التعليم الفني وعلى مستوى المعلمين وعلى مستوى المدارس الخاصة بالتعليم الفني. طبعا التعليم الفني كمان بقى فيه فرصة كبيرة للطلاب ان هم يستكملوا دراساتهم الجامعية من خلال الجامعات التكنولوجية ومن خلال المجمعات التكنولوجية اللي بتؤهل الطالب بتخصصات جديدة بتخاطب سوق العمل. طبعا في اتجاه للدولة بإنشاء مدارس كثيرة للتخصصات المرتبطة بالمحافظات والصناعات المرتبطة بالمحافظات، وأيضا أنواع المحاصيل الزراعية المرتبطة بالمحافظة، يمكن آخرها اللي حضرتك قلت عليها اللي هي مدرسة زراعية في جنوب سيناء أو في الطور. وطبعا هذه المدارس بتهدف في الأساس اللي احنا يبقى عندنا خريجين متخصصين فنيين ماهرين في هذا التخصص اللي بيخدم زي ما قلت لحضرتك المحافظة اللي بيكون فيها، وأيضا بيمد المحافظات الأخرى بكثير من المنتجات. طبعا بالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية دي مدارس مستحدثة، المدارس دي بتعتمد بصورة كبيرة على الجانب العملي، بتعتمد على اختيار الطلاب بعناية شديدة من حيث المجاميع بتاعتهم بتبقى يمكن أعلى كمان من الثانوية العامة، بيتعمل اختبارات للقبول بالنسبة للطلاب في اللغات في المهارات المختلفة في الكمبيوتر، بيبقى في مقابلة شخصية للطلاب. المدارس دي عدد طلابها ما بيزيدش عن 50 إلى 100 طالب، وطبعا الهدف من ذلك إنه يكون يعني خريجين هذه المدرسة فرصة كافية على أعلى مستوى من التدريب وال يعني استخدام التكنولوجيا. طبعا بالنسبة لي لما نتكلم على مدرسة زراعية وإحنا في هذا الوقت أو مع التطور الدولة بتشهده في جميع المجالات، لازم نقول إن أكيد التكنولوجيا الزراعية هتبقى بصورة كبيرة جدا هيتم التركيز عليها، وتكنولوجيا إنتاج الأخشاب ومثلا على سبيل المثال من النخيل، تكنولوجيا في الزراعة وحصد الإنتاج وغيرها. يعني قصدي أقول لحضرتك إن مسألة التكنولوجيا في كل شيء وباستخدام الطبيعة اللي موجودة فيها المحافظة والثروات الطبيعية اللي موجودة في المحافظة هيكون ليها باع كبير جدا في هذه المدارس من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ولخدمة محافظاتهم والمحافظات المجاورة أيضا ليهم وخدمة مصر جميعا بصفة عامة. يعني نعم طبعا في غالبية الأحوال بتكون مدارس التكنولوجيا التطبيقية دي مدارس داخلية بيتم يعني توفير أماكن لإقامة الطلاب فيها وبيبقى على نفقة المدرسة. طيب حضرتك ذكرتي نقاط مهمة جدا يا أستاذة نيفين، من ضمنها فكرة أنه مراعاة عدم وجود أي تكدس عشان حتى كل طالب يستفيد باستفادة القصوى من منظومة التعليم نفسها. سؤالي الأخير لحضرتك أنه الدولة أكيد ما بتعملش أو ما بتنشئش جامعة أو مدرسة فنية أو ما إلى ذلك في منطقة ما بشكل عشوائي، بيكون في دراسات كتيرة جدا بتسبق هذا القرار. لماذا جنوب سيناء تحديدا؟ انا شايفه ان جنوب سيناء يعني فيها تطوير في كل شيء، يعني في الفتره الاخيره الاهتمام بالمحافظه ككل، الاهتمام بمدن المحافظه يعني بيشهد تطوير كبير، الاهتمام بانشاء مدارس جديده تستوعب اعداد كبيره من الطلاب. ايضا التخصصات النادره في التعليم الفني، يعني كل هذه الامور يعني مهمه جدا خاصه مدينه من المدن اللي تعتبر يعني مدينه سياحيه او لجذب السياحه بالاضافه الى انها مدينه منتجه. طبعا لازم يبقى في اهتمام بابناء هذه المحافظات وان احنا نوفر لهم التخصصات. على فكره بيبقى في اغلب الاحيان هذه التخصصات ابناء المحافظه نفسهم واهاليها هم اللي بيبقوا طالبين عايزين مدرسه في تخصص كذا لان ما عندناش وفره في هذه النوعيه من المدارس. بتبقى بناء على رغبه يعني الاهالي والطلاب وايضا لخدمه المحافظه والارتباط بالصناعه او بالزراعه
أو بالنشاط اللي بيقام في هذه المحافظة. نعم، الأستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. الحديث عن شباب مصر هو حديث مهم جدا ومبهج، والحقيقة أنه الأخبار فيه لا تنقطع، الحمد لله دايما عندنا فيه أخبار جديدة. من ضمن هذه الأخبار مبادرة اعرف بلدك، هي مبادرة مهمة جدا، هدفها أننا نعرف شباب مصر بالمحافظات المختلفة والمدن السياحية. اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل أنه بيبقى فيه تنظيم لرحلات شبابية بأسعار مخفضة جداً وفي متناول الجميع. يمكن هنتكلم النهاردة عن مرسى مطروح اللي بتستقبل بالفعل أفواج شهرياً من بعض المحافظات المختلفة، وبتستعد أولى رحلات مبادرة أعرف بلدك لشباب 5 محافظات للتقديم والاشتراك في رحلة مرسى مطروح. الرحلة دي بتتوجه من القاهرة إلى مرسى مطروح بمشاركة شباب زي ما قلنا من 5 محافظات بواقع 141 من الشباب في الفوج الواحد. طبعا المناظر الطبيعية أصلا اللي موجودة في مطروح تشجع أي حد الحقيقة يروح، سواء تبع المبادرة أو مش تبع المبادرة. مطروح معروفة بهواها وبحرها، مية البحر فيها لونها خلاب، والحقيقة البعض وصفها بأنها يعني لا تقارن بأي مية بحر تانية، إن كانت في الصفاء أو النقاء وجودة أو يعني البحر نفسه هناك. هاتفيا للتعليق معنا على هذه المبادرة معنا الخبير السياحي الأستاذ وليد البطوطي. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير حضرتك. احنا عارفين حضرتك من أكتر الناس اللي بتشجع دايما السفر داخل مصر والتعرف أكثر على المحافظات المختلفة والسبوتس السياحية اللي عندنا أو المناطق السياحية اللي عندنا. كلمنا أكتر عن هذه المبادرة وإزاي ممكن فكرة بسيطة تتحول لمبادرة كبيرة بعد كده ناخد فيها شبابنا من المحافظات إلى محافظات أخرى ومناطق سياحية جميلة زي مطروح كده، ممكن تؤتي ثمارها حتى على مستوى تشجيع السياحة عالميا كمان وليس محليا فقط. شوفي حضرتك اللي حاصل دلوقتي انه الفيديوهات زي الفيديو اللقطه اللي حضرتك عرضها على الشاشه دلوقتي دي تخلي اي حد لازم يطلع يروح. فالمبادره دي هتشجع عدد كبير جدا من الناس اللي ما تعرفش، يعني الناس بس ما تعرفش غير اسكندريه عاده، يعني الناس ما كانوش يعرفوا حتى الساحل الشمالي، انت عارفه ان هو يعتبر الى حد ما محدود ومقفول على سكان القرى، لكن مرسى مطروح ما زالت فيها شواطئ عامه كثيره جدا، زائد انها عندها الشواطئ اللي زي حضرتك عرضها على الشاشه دي ملهاش مثيل في العالم، مش بس ما نتكلمش على مصر بس، ولكن يعني لما دي تعرضيها بره، دي منطقه مرسى مطروح وقبلها في سيدي حنيش وكذا منطقه ثانيه كده، دول ليهم دلوقتي دعايه بره، وسيتي حنيش عندها تعتبر منطقه جذب، بيجي لها ناس من بره من ايطاليا. صحيح. من اوروبا. صحيح. وفي مطار هناك قريب جدا. الناس دي نازله على مواقع سياحيه كتيره، booking.com وغيره، يعني موجوده باسماء المناطق هناك والشواطئ والفنادق اللي فيها كمان. فالفكره كلها انه لازم السياحه يبقى لها مردود اقتصادي دلوقتي، والناس تبدا تشوف الكلام ده، تبدا الناس تعرف ان عندها حاجات زي دي ممكن البني ادم ينزل يروح، خاصه ان الشواطئ هنا مثلا شواطئ رمليه. تعالي بقى حضرتك في المقابل من الناحيه الثانيه من الشواطئ دي في اوروبا، اللي هم عندهم اما اللي هو الزلط الصناعي بيحطوه او ما حدش عنده الكلام اللي موجود ده. فاحنا الفكره كلها ان الدوله النهارده بتحاول تعرف الشباب تعرف الناس انه في عندنا نمتلك سواحل رهيبه، بنتكلم البحر الابيض المتوسط وعندنا البحر الاحمر بالكامل. نعم. المبادره دي هتبقى ممتدة وناس كثيرة جدا هتيجي يعني تشوف الكلام ده وتحضر الكلام ده وتحبه. احنا بس المستهدف انه ان السياحة الداخلية كلها، بدل ما الناس بتطلع بره، وفي فترة من الفترات كان في عدد من الناس بيسافر اوريدي بره، وده بيبقى طرد للعملة
يعني بنصدر عملة صعبة. احنا محتاجين ان احنا نستورد ونخلي كل حاجتنا موجودة هنا. ونزيد ونضيف عليها كمان انه الاجانب كمان يعني مش بس للمصريين ولكن للأجانب كمان. أشكر حضرتك جزيل الشكر الخبير السياحي الأستاذ وليد البطوطي. هي فعلا المستهدف من هذه المبادرة التعريف أكثر وأكثر بالأماكن السياحية الجميلة في بلدنا، وأيضا التشجيع على أنه سياحتنا تكون داخلية، مش لأنه إحنا بس عايزين نشجع اقتصاد بلدنا، لأنه فعلا بلدنا فيها من الشواطئ والمناطق السياحية الحرام إن إحنا نسيبها ونسافر أي مكان تاني الحقيقة برا. دي كانت مجموعة من الأخبار، لسه طبعا فقراتنا وأخبارنا مستمرة مع حضراتكم، ولكن الآن حان موعد مجموعة من الأخبار الاقتصادية تقدمها لنا الزميلة شروق وجدي اللي بنصبح عليها. أهلا بيك شروق. صباح الخير منا وصباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في أهم وآخر الأخبار الاقتصادية. أنهت البورصة المصرية تعاملات أمس أولى تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 11.9 مليار جنيه ليغلق عند 693.656 مليار جنيه مقابل مستوى 681.731 مليار جنيه الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر EGX 30 عند 10335.69 نقطة بنحو 2.39% بينما EWI سجل مؤشر EWI EGX 70 صعودا عند 2195.13 نقطة، وهذا بنسبة 1.66%. قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجا قياسيا للنفط يبدأ العام المقبل. وأضافت جينيفر في تصريحات أوردتها صحيفة ذهل الأمريكية أن الولايات المتحدة ستنتج حوالي 12.7 مليون برميل يوميا، وهذا بحلول عام 2023، وأيضا ارتفاعا من المعدل الحالي البالغ ما يقرب 12 مليون برميل يوميا. قفزت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي في بريطانيا بنسبة 40% تقريبا الشهر الماضي، مع استمرار التضخم في الخروج عن السيطرة، ما يزيد حاجة الدولة للاقتراض وفقا للبيانات الرسمية وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الروسية. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتراض الحكومي بلغ 4.9 مليار جنيه استرليني في يوليو. أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية هي عقوبات ذات فعالية، متوقعة حدوث ركود اقتصادي في روسيا هذا العام يصل مقداره إلى 15%. وردا على البرلماني اليساري زورين بالمين، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية تصيب العقوبات الاقتصاد الروسي بشكل، وهناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود في روسيا، ويعني ذلك انخفاض الناتج المحلي الروسي بنسبة تتراوح بين 6.15% لعام 2022، إلا أن بالمين أعرب عن تشككه في هذه التقديرات الحكومية. تواجه الهند أزمة كبيرة خلال هذه الفترة في إنتاج القمح، ما يؤدي إلى ترجيحات باستيراد القمح خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من أنها تعد ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، فضلا على أن حجم استيرادها الخارجي للقمح يقدر ب 0.02% فقط، وهذا من حاجتها السنوية. كشفت صحيفة لايف مينت الهندية في تقرير لها آخر تطورات الأوضاع عن القمح الهندي، مشيرة إلى أن الصادرات من القمح الهندي خلال الفترة الحالية
تقلصت، ومن المرجح أن تستورد الحكومة القمح بعد أشهر من رؤية رئيس الوزراء الهندي ناراندرا موري بأن بلاده ستقوم بتغذية العالم وتصدير القمح للخارج. مشاهدينا، والآن إلى أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار العملات بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري. ونستعرض معكم متوسط أسعار صرف العملات طبقا للبنك المركزي المصري. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 19.10 جنيها للشراء و19.17 للبيع. سجل سعر صرف اليورو 19.16 جنيها للشراء و19.25 للبيع. سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 22.59 جنيها للشراء و22.68 للبيع. وسجل سعر صرف اليوان الصيني 2.80 جنيها للشراء و2.81 جنيها للبيع. أما بالنسبة لأسعار العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 5.08 جنيها للشراء و5.10 جنيها للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 5.19 جنيها للشراء و5.22 جنيها للبيع. أما عن أسعار الذهب، فانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية أمس الأحد، حيث بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، والذي يقيس متوسط سعر الذهب محليا بسعر 1072 جنيها للجرام. وسجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاء سعر 1225 جنيها للجرام. والذهب عيار 18 سجل خلال التعاملات المسائية أمس سعر 918 جنيها للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8576 جنيها. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي أهم وآخر الأخبار الاقتصادية، والآن عودة للزميلة منا في هذا الصباح لاستكمال الفقرات. شكرا لك شروق، أهلا مرة تانية بحضراتكم. ونروح مباشرة دلوقتي مع حضراتكم لحالة الجو والطقس، أحوال الطقس لهذا اليوم، حيث تتوقع أرصاد هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في الحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة في عدد من محافظات مصر.
يوم الاثنين طبعا من اكثر ايام الاسبوع ازدحاما في الشوارع، لانه بيبقى اول يوم فعلي بقى لنزول الكل، وحتى المحلات اللي ممكن تبقى يعني قافله يوم الاحد بتفتح يوم الاثنين. وبالتالي مهم جدا نتابع مع حضراتكم الحاله المروريه في القاهره الكبرى تحديدا، وده هيكون عبر بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفه عمليات الجيزه بالاداره العامه للمرور. زميلنا محمد بهاء معنا على الهواء مباشره. يا صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا منى وعلى كل السادة مشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان في هذه المتابعة المباشرة لأبرز الطرق والمحاور المرورية في هذا الصباح، صباح يوم الاثنين. تلك الخدمة التي نقدمها لكم مشاهدينا الكرام من عبر الإدارة العامة للمرور، وبالتحديد كما نحن متواجدون الآن في غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، نستعرض خلال الدقائق القادمة أبرز المحاور والطرق المرورية في محافظة الجيزة من خلال هذه الشاشات. وربما نبدأ بهذه الشاشة التي توضح المحور المركزي في منطقة السادس من أكتوبر. هذا هو الطريق المؤدي إلى مناطق السادس من أكتوبر والمدينة الصناعية كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، سيولة مرورية. وعلى الجانب الآخر وأمام مدينة الخمائل الطريق المؤدي إلى محور السادس والعشرين من يوليو ومن خلاله إلى مناطق وسط العاصمة كما تشاهدون سيولة مرورية ولا توجد أي كثافات. في شاشة أخرى توضح طريق الفيوم وبدايته تحديدا عند ميدان الرماية لمن متجه إلى محافظات الفيوم أو محافظات الصعيد عبر طريق أسيوط الغربي. هذا هو بداية الطريق سيولة مرورية كاملة. أيضا في الاتجاه المقابل القادم من محافظة الفيوم ومحافظات الصعيد ومنطقة أو مدينة حدائق الأهرام متجه إلى ميدان الرماية أو مناطق الهرم أو فيصل أو الجيزة سيولة مرورية. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى شاشة أخرى، وتلك الشاشة التي توضح ميدان الدقي وبالتحديد كوبري الدقي وشارع التحرير في أسفله، سيولة مرورية على أعلى كوبري الدقي في الاتجاه المتجه إلى مناطق جامعة الدول العربية أو شارع البطل أحمد عبد العزيز، والناحية الأخرى المتجه إلى مناطق حديقة الأرمان أو حديقة الجيزة أو ميدان الجيزة سيولة مرورية كاملة. أيضا تشاهدون شارع التحرير المؤدي إلى مناطق وسط العاصمة أو كوبري الجلاء سيولة مرورية، وأيضا في الاتجاه المقابل كما هي. شاشة أخرى مشاهدينا الكرام توضح ميدان النهضة وبالتحديد أمام جامعة القاهرة، هذا الاتجاه هو الاتجاه المؤدي إلى جامعة القاهرة سيولة مرورية. أيضا في الناحية الأخرى في هذا الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل أو الروضة أو الملك الصالح عبر كوبري الجامعة لا توجد أي كثافات مرورية كما تشاهدون في هذه الشاشة. ننتقل إلى منطقة أخرى من خلال هذه الشاشة وهي التي توضح شارع البطل أحمد عبد العزيز وبالتحديد مطلع ومنزل كوبري السادس من أكتوبر. هذا هو المطلع كوبري السادس من أكتوبر وبالطبع هو الذي يؤدي إلى مناطق وسط العاصمة أو التحرير أو رمسيس أو مدينة نصر أو مصر الجديدة كما تشاهدون سيولة مرورية كاملة. وأيضا في الاتجاه المقابل منزل كوبري السادس من أكتوبر والمتجه إلى مناطق المهندسين أو شارع أحمد عرابي سيولة مرورية كما تشاهدون، وشارع البطل أحمد عبد العزيز في الجانبين لا توجد أي كثافات مرورية. ننتقل إلى شاشة أخرى توضح شارع جامعة الدول العربية وبالتحديد ميدان مصطفى محمود في الاتجاهين، الاتجاه المؤدي إلى مناطق أرض اللواء أو ميدان لبنان أو محور السادس والعشرين من يوليو لا توجد أي كثافات مرورية. وعلى الجانب الآخر في الاتجاه المؤدي إلى كوبري الخامس عشر من مايو أو شارع أحمد عرابي أو مناطق وأحياء الزمالك أو وسط العاصمة لا توجد أي كثافات مرورية في هذه الساعة تحديدا. ننتقل إلى شاشة أخرى مشاهدينا الكرام وهي التي توضح ميدان الجلاء، هذا هو الاتجاه المؤدي إلى كوبري الجلاء. ربما
تعتبر بداية بس أو مدخل الكوبري بعض الكثافات المرورية البسيطة، لكن فيما هو قادم لهذا الاتجاه لا توجد أي كثافات مرورية. هذا هو الشارع الامتداد شارع مراد والقادم من مجلس الدولة، متجه أيضا إلى مناطق العجوزة لا توجد أي كثافات مرورية. ونختم بهذه الشاشة مشاهدينا الكرام والتي توضح مطلع ومنزل محور 26 من يوليو وبالتحديد في منطقة ميدان لبنان. بعض الكثافات المرورية ربما هي تعتبر طبيعية لمن هو معتاد يرتاد هذا الطريق يعلم هذا. نهاية منزل محور 26 من يوليو اتجاها إلى ميدان لبنان بعض الكثافات المرورية، لكن على الجانب الآخر من يتجه إلى مناطق 6 من أكتوبر أو الشيخ زايد لا توجد أي كثافات مرورية. استعرضنا معكم مشاهدينا الكرام أبرز الطرق والمحاور المرورية في محافظة الجيزة، والآن أعود مرة أخرى بالكلمة إلى الزميلة منا في استوديو أكسترا نيوز. شكرا لك محمد بهاء زميلنا مراسل أكسترا نيوز واللي كان موجود معنا في غرفة عمليات الجيزة بالإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية. والآن ننتقل من حالة المرور إلى أحوال ومواعيد القطارات من الوجه البحري والقبلي. يا أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. في عصر الميكنة والتحول الرقمي والديجيتال أو ما يطلق عليه الديجيتاليزيشن، يعني كل حاجة بنخليها ديجيتال، كل حاجة بنخليها إلكترونية، في تطبيقات أو خلينا نقول في خدمات كتيرة قوي ما كناش نتوقع أن احنا ممكن نعملها عن طريق الموبايل. يعني حتى فكرة أنه حضرتك تنزل تروح البنك اللي حسابك فيه مثلا، تطلع على حساباتك أو تعمل تحويل أو سحب أو إيداع أو وما إلى ذلك، أو تحويل أو دفع فواتير، كمان ده بيتعمل دلوقتي عن طريق الموبايل من تطبيقات الأونلاين بانكينج. في خدمات إلكترونية كتير الحقيقة الدولة أطلقتها علشان تسهل على المواطنين التعامل مع الشركات ومواكبة فكرة التحول نحو الشبكات الذكية. من ضمن الخدمات دي هي خدمة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن طريق الموبايل. ده عبارة عن أبليكيشن بيبقى موجود على الموبايل، تقدر حضرتك تدخل وتدفع البريبايد أو الدفع المسبوق.
والحقيقة أنه موضوع الكهرباء ده تحديداً مهم قوي، لأنه العدادات دي هي مشكلتها دايماً الناس بتقلق أنه الوقت يجي والفاتورة عندي تبقى لازم تدفع وأنا ما عنديش وقت أو مشغول أنزل أروح أدفعها. وكان بيحصل ناس كتيرة بتعدي الموعد وبيحصل عندها قطع للكهرباء، فطبعاً ده بيسبب يعني إزعاج لكثير من المواطنين. لكن بالتحول الرقمي والوصول إلى هذه التطبيقات الذكية على الهواتف الموجودة، بنعتقد أنه طبعاً ده بيبقى فيه تسهيل أكبر بكتير جداً لكل مواطن. تعالوا نعرف مع حضراتكم إيه هي الطريقة وإيه هي الخطوات علشان تقدر تشحن العداد، عداد الكهرباء، باستخدام الموبايل وحضرتك قاعد مكانك من خلال العرض التالي. العالم كله بيبحث عن الطرق الممكنة اللي تقدر تخلي صحتنا بإذن الله أفضل وأحسن، وعندنا الطاقة اللي نقدر نكمل بيها، وإيه هي الفيتامينات والمعادن الأنسب، وكل فيتامين وكل معدن بيفيد في إيه. من ضمن الفيتامينات الهامة جدا اللي في السنوات الأخيرة أصبح الحديث عنها كثيرا هو فيتامين بي 12 أو بي 12، دايما نقوله بي 12. ناس كتير قوي عارفة ان هو فيتامين مهم قوي وليه فوائد، بس في ناس كده مع نفسها وبدون ما الطبيب يقول لها كل اسبوع مرة او كل اسبوع او اسبوع لا، تروح حتى الصيدلية وتاخد حقنة، تدخل على الصيدلي تقول له من فضلك انا عايز حقنة بي 12. لكن ايه هي فوائده؟ والمفروض انا حقيقة مش مع انه ناخد فيتامينات كتيرة بدون استشارة الطبيب، لانه في النهاية في حاجة اسمها سي بي سي او صورة دم كاملة، وطبعا تحاليل اخرى هي اللي بتبين الفيتامينات اللي عندك ايه والمعادن اللي عندك ايه والنقص فيهم ايه. في كل الاحوال عندنا عرض جهزناه لحضراتكم بيتحدث فقط عن فوائد فيتامين بي 12 او بي 12، اللي يمكن متحمسه اقول لحضراتكم قوي انه من اهمها يعني محاربه الزهايمر، وده مرض العصر الحقيقه، واللي بقى للاسف الاصابات بيه في العالم كثيره جدا. نتابع معا هذا العرض.
الفكرة في الدراسات المختلفة أنه بي 12 الفيتامين ده كنا طول الوقت بنتكلم عنه أو بنوصفه وبننصح به لأن عنده مشاكل في الأعصاب عموما أو مشاكل في الركب أو القدمين أو ما إلى ذلك. لكن العلم طبعا بيتطور وبيثبت أنه في فيتامينات ومعادن ليها أكثر من فائدة في أكثر من اتجاه. احنا لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا، ولكن التاسعة صباحا الآن بتوقيت القاهرة، وبالتالي هذا موعد موجز الأخبار على رأس الساعة تصحبنا إليه شروق وجدي زميلتنا اللي بصبح عليها مرة تانية. صباح الخير منا، صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في أهم وآخر الأخبار. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال مصدر مصري مطلع لأكسترا نيوز إنه من المقرر أن تشهد مدينة العالمين لقاء أخويا يجمع بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات. وأضاف المصدر أن اللقاء يأتي بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول، بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الإقليمية الراهنة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار العالمين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا قوة عالمية، مشيرا إلى أنها لن تسمح أبدا بأي هيمنة أو إملاءات خارجية. وخلال كلمة بمناسبة إحياء يوم العلم الوطني في روسيا، أضاف بوتين أن بلاده ملتزمة باتباع السياسات التي تلبي مصالحها الحيوية. وفي المقابل حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تقدم على خطوة وصفها بالاستفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسرى الأسبوع المقبل مع احتفال كييف بمرور 31 عاما على استقلالها. واستند زيلينسكي إلى تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تعد لإخضاع الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم قواتها خلال حصارها بمدينة ماريبول لمحاكمة علنية، وهذا يتزامن مع ذكرى الاستقلال الأربعاء المقبل الذي يتزامن أيضا مع مرور 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكدت وزارة التحول البيئي الإيطالية أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في إيطاليا بدأت تعدل إنتاجها لتوفير الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليفها. وصرح مسؤول كبير بالوزارة إن هناك قطاعات صناعية كاملة بدأت الترشيد في إنتاجها، مشيرا إلى أن التكاليف الاجتماعية ستؤثر على العمال الذين يعملون في تلك الصناعات. ويذكر أن إيطاليا حصلت في العام الماضي على ما يقرب من 40% من الغاز الذي استوردته من الخارج من روسيا. أعلنت كوريا الجنوبية أنها بدأت مع الولايات المتحدة إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ عام 2018. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة،
وتمكين الموقف الدفاعي المشترك فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل المناورات التي تستمر حتى الأول من سبتمبر. ويجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، لكنهما يشددان على أنها ذات طابع دفاع، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريب على شن غزو. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، والآن عودة للزميلة منى في هذا الصباح لاستكمال الفقرة. إليك منى. شكرا لك شروق، وبالفعل نستكمل فقرتنا في هذا الصباح بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. بنؤكد او بنكرر مره اخرى هذا الخبر، حيث قال مصدر مصري مطلع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع في لقاء اخوي في العلمين، مدينه العلمين، بين او مع قاده الاردن والعراق والبحرين والامارات. واضاف المصدر ايضا ان هذا اللقاء ياتي بدعوه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار التنسيق والتشاور المستمر بين هذه الدول بما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع العلاقات العربية العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية الراهنة. الحديث عن مدينة العلمين الحقيقة هو حديث مستمر، لأنه الجمال اللي هناك والناس كلها اللي راحت تشوفها حقيقي الكل بيشيد بجمال المكان هناك، الخدمات الموجودة والتنوع كمان في الأماكن والمناطق اللي ممكن تزورها في مدينة العلمين. ممشى العلمين كمان ده حكاية في حد ذاته، أنت ممكن حتى لو في منطقة قريبة في الساحل تروح إلى هذا الممشى وتستمتع به. زميلتنا خلود زهران كانت موجودة في مدينة العلمين الجديدة مع كاميرات إكسترا نيوز، ورصدت لينا آراء الكثير من السادة المواطنين حول ممشى العلمين الجديدة. نتابع معا. هنا البحر للجميع، دون بوابات، دون رسوم دخول، شاطئ لكل المصريين. دي كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا النهارده موجودين مع حضراتكم في ممشى مدينه العلمين الجديده، من اوائل المشروعات اللي اتنفذت في مدينه العلمين. واقفين طبعا وورانا ابراج العلمين، انجاز يعني ليس له مثيل. جمهورية جديدة بنفتخر بيها. طبعا هنا في ممشى السياحي في مدينة العلمين الجديدة انت هنا فايتك حاجات كتيرة جدا. احنا هنا واقفين مع حضراتكم والبحر بيبعد عننا بحوالي 200 متر. ربنا سبحانه وتعالى حبى يمكن الساحل الشمالي كمان ببحر فيروزي جميل، بتيجي تستمتع هنا مع اهلك، الرملة الصافية الجميلة، الجو اللي في الحقيقة كل الناس بيجوا من مختلف دول العالم بيستمتعوا
الجو بتاع الساحل الشمالي. طبعا هنا من خلال الممشى السياحي وفي مدينة العالمين الجديدة وتحديدا طبعا الممشى والتطور اللي حصل فيه، انت تقدر تيجي تعمل حاجات كتيرة جدا. عندنا أماكن طبعا للجلوس، في ممشى لكل الأسر لكل العائلات الحابة ان هي تيجي تستمتع بوقتها، والأهم من كده وطبعا مع الكافيهات والمولات اللي فتحت، الأمان، تيجي بتبقى مطمن على نفسك، مطمن كمان على أولادك. النهاردة هنعرف طبعا حجم الإنشاءات، وصلنا للممشى السياحي وجماله، قد إيه الناس بتيجي كمان تستمتع بكل حاجة موجودة هنا في الممشى السياحي، الكورنيش العالمي زي ما بيقولوا وفقا لأحدث المواصفات العالمية. يلا بينا. اللي جت هنا في الممشى، ممشى مدينة العالمين الجديدة، كلهم اتفقوا انه كورنيش عالمي في أرض مصرية. طبعا في ناس كتيرة جدا موجودة، الأسر الجاية تستمتع بوقتها، البحر جميل جدا، الجو كمان حلو قوي. ومعانا طبعا واحنا هنا في الممشى بنات جايين برضو مع بعض، بتعرف عليكم؟ ازيك، انا نورة. نورة الاء. طب قولوا لي بقى، دي اكيد جيتوا كتير الممشى. دي مش اول مره، مش اول مره تيجوا، فاتت بس السنه دي في حاجات اكتر فاتحه. يعني ايه اللي فرق من السنه اللي فاتت عن السنه دي لما جيتوا؟ الدنيا عمار اكتر، وفي ناس كتير جت استثمرت مشاريع هنا وفتحت اماكن، يعني علشان برضو يعرفوا ناس اول مره زونا ده مثلا اول مره يفتح او كده، فيعني بيبدا بقى ان هو يبدا من الاول مع ناس جديده في مكان جديد، فاكيد فرق. يعني نوره، ايه المميز في الممشى السنه دي؟ هو المول ده برضو جديد، ويعني طول ما احنا ماشيين يعني على طول شايفين البحر ولونه حلو قوي، وعلى يمنا بقى كل الكافيهات والمطاعم وكله فور فري، يعني ان احنا ندخله من غير اي حاجه. فدي احلى حاجه ان احنا يعني واحنا في قريتنا عادي ممكن نيجي ونقضي. اصحاب اخوات؟ احنا اصحاب. انا 18 سنه. مبسوطين هنا في المكان، مستمتعين، الخدمات في كمان هنا، حمامات اللي حابب كمان يغير هدومه، وفي واي فاي. مكان لذيذ قوي، واحلى حاجه ان هو بيطل على البحر على طول، الكافيهات عامله اوت دور بيطل على البحر، فاكيد شكله حلو جدا بالليل، يعني اوقات المغربيه اكيد هيبقى شكله جميل جدا. منورين، ويعني استمتعوا بوقتكم. باي باي. أتعرف على حضرتكم منين؟ مدام بونسي من الإسكندرية. أول مرة تيجي هنا الممشى ولا جيتي قبل كده؟ لا، أول مرة. إيه رأيك؟ لا، المكان حلو جدا، كل حاجة فيه حلو والله. طبعا أنا شايفة إن حضرتك مع مع الأسرة كلها النهاردة. إحنا يعني بتمشينا في المول، الريستورانت والأماكن تعتبر يعني في الأفريج، في حاجات طبعا هاي، وفي حاجات يعني إلى حد ما تنفع، يعني كافيهات معقولة سعرها معقول، وفي حاجات الأفريج بتاعها أعلى شوية. بس بشكل عام، بشكل عام المكان حلو، يعني مجهز وفي فاسيلتيز حلوه جدا، في تسهيلات كتيره جدا. طيب سهل اي حد يخش، يعني هو سهل، يعني طبعا احنا قلنا ان الممشى اللي موجود طبعا في مدينه العالمين الجديده متاح للجميع في اي وقت، بتيجي تستمتع بوقتك معك اسرتك لو حابب طبعا تنزل البحر. مظبوط، ده كله طبعا مجان، وفي نفس الوقت هو يعني في شواطئ عامه وفي شواطئ خاصه، وفي شواطئ خاصه طبعا خاصه بالاوتيلات. يعني طب هتيجي تاني ان شاء الله؟ باذن الله، مش اخر مره باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا. برحب بحضراتكم. اهلا وسهلا بيك. اسم حضرتك؟ عمرو محمد. خلود اسامي. خلود، عشت الاسامي. اولا قولوا لي ايه رايكم في الممشى؟ طبعا اي حد بيجي الممشى السنه دي هو مختلف تماما عن السنه اللي فاتت، السنه دي في كافيهات، في خدمات اكتر، رايكم ايه؟ جميل جدا، وبعدين في فاسيلتيز حلوه، والكافيهات هنا قعدتها جميله جدا، وبعدين الايفنتس بتتعمل دي يعني حلوه. انتوا جايين عشان الحفله طبعا. بشكل عام انتوا اول مره يعني تيجوا النهارده،
الايام اللي جايه بقى، يعني يمكن قابلت ناس كتيره جدا قالوا لي من كتر ما المكان حلو وفي خدمات كتيره هنجيب اهالينا نيجي نستمتع بالوقت، والبحر طبعا حلو جدا. ف اكيد انا اول مره اشوف المكان عجبني جدا، فاكيد لازم هاجي تاني في السفريه دي ونكست تايم يعني ان شاء الله. وكمان المكان امن يعني ما فيهوش، يعني في كل حاجة، أولاً في خدمات، في مفيش مضايقات خالص، في كل حاجة. لا هو السكيورتي هنا في كل حتة ومتنظم قوي، أورجنايز جداً، يعني دي حاجة فعلاً حلوة جداً. تكون آمن على زوجتك وعلى أهلك. ولو في أي كيدز أو حاجة الدنيا كلها سيئة. أولادكم إن شاء الله بإذن الله المستقبل. إن شاء الله. ميرسي جداً، شكراً لكم. إيه المميز اللي شفتيه هنا في ممشى مدينة العلمين الجديدة؟ إيه اللي حبيتيه؟ ان هو واسع جدا وكبير، فكل الناس ممكن تيجي تتمشى وتتفرج على اماكن كتير، تقعد على البحر، في حتت كتير ممكن الناس تقعد فيها. كمان في البازارات اللي بيعملوها كل فتره والحفلات، فالموضوع لذيذ يعني، اي وقت ممكن تيجي، مش لاقي حاجه تعمليها في الساحل ممكن تيجي تتفرجي. اول مره تيجي ولا بتيجي على طول؟ لا بيجي على طول يعني. بتي اصلا انت من الناس اللي بتحبي تصيفي في الساحل، في الساحل الشمالي بشكل عام؟ بيجي على طول في الساحل، ودايما بدور على الاماكن الجديده اللي هي مش اوفر قوي، فاقدر اجي فيها مع صحابي. لو مش عايزه اروح حفله مثلا، مش عايزه اعمل حاجه فظيعه، ممكن اجي هنا اقعد شويه، اقعد في كافيه اتمشى كده. قصدك مش اوفر قوي في الاسعار يعني؟ هنا قصدك ان الاسعار مناسبه للجميع؟ هنا الاسعار يعني ريزونبل بالنسبه لكل الناس يعني. طبعا احنا الدخول هنا مجاني، وفي شواطئ عامه، في شواطئ خاصه، فيمكن دي من الحاجات اللي خلت الناس تقبل على الممشى. مظبوط، في كل الأذواق يعني، كل حد محتاج حاجة هيلاقيها موجودة هنا. ممكن شواطئ عامة لو حد مش هيقدر يروح شواطئ خاصة، في شواطئ خاصة لناس معينة. فهو انتي كبنوتة مطمنة على نفسك هنا؟ يعني انا شايفة ما شاء الله ان كمان السكيورتي، الأمن موجود في كل حتة، فدي حاجة بتديكي أمان أكتر؟ صراحة جدا، لأن من أول يوم الصبح لغاية بالليل لغاية الساعة 3-4 الأمن موجود، وعلى طول بيلف وعلى طول بيبص على الناس، والنظافة كمان هايلة يعني، الناس على طول بيبصوا وبينظفوا، فالموضوع منظم جدا. ميرسي جدا لحضرتك. طبعا ممشى مدينة العلمين الجديدة متنفس لكل الناس، لكل الطبقات، متنفس كمان للعائلات اللي حابة ان هي تخرج وتخرج اولادها باسعار مناسبة تناسب كل الـ 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 الاسر. برحب بحضرتك. يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ برحب بيك. ازي حضرتك؟ قولوا لي النهارده قضيتوا يومكم ازاي في الممشى؟ بصراحة ما فيش بعد كده يعني، في امان وفي جو حلو وفي مولات، وما كنتش متخيل بصراحة. واستمتع بوقتك؟ طب قولي لي ايه اكتر حاجه حبيتيها هنا في الممشى؟ اللي هي جو الطبيعه جميل خالص، والبحر لون ازرق صافي خالص. احنا هنا بنقول للناس ان اللي ما جاش مدينه العلمين الجديده، اللي ما جاش اصلا الممشى، فايتوا حاجات كتيره قوي بجد. بجد طبعا، لدرجه ان انا بدور على مكان ابقى مقيم اقامه دايمه هنا. فعلا؟ فعلا فعلا، يعني احسن جو في العالم، ما فيش يعني، الناس بتيجي من امريكا ومن اوروبا تصيف عندنا هنا. جو جميل، البحر حلو جدا، الرملة، كل حاجة بجد، والممشى كمان مفتوح على طول لكل الناس مجانا. أهم حاجة الأمان بصراحة، أمان يعني، أنا أسيب الأولاد وأنا مطمن عليهم. مبسوطين؟ أخباركم إيه؟ كويسين. مبسوطين؟ مبسوطين بالمكان؟ لعبتوا؟ أيوة. رحتي الكيدز اريا؟ لا. طب وديها بقى. لا وديها، احنا هنسيب حضرتك ونروح دلوقتي. طيب انا مش هعطلكوا، وهتروحي دلوقتي الكيدز اريا وتنبسطي. وانا هلعب مع العروسه بتاعتي الكبيره. وهتلعب مع العروسه بتاعتها الكبيره. ميرسي جدا لحضراتكم، شكرا، مع السلامه، باي باي. كورنيش العلمين الجديده، اول ممشى سياحي على الساحل الشمالي، مفتوح لكل الناس طول الوقت. قولوا لنا بقى اللي ما جاش هنا فايته ايه؟ فايته حاجات كتير، فايته الجمال ده كله، فايته البحر في منتهى الجمال، من اميز الاماكن الموجوده في مصر يمكن على الساحل بالكامل. المايه دي ممكن مش هتلاقيها باللون الفيروزي الجميل ده، بالاضافه لان المكان هنا فعلا شكله رائع، البنيه التحتيه محترمه جدا، الابراج دي مش هنلاقيها تاني في اي مكان، فعلا المكان كويس جدا، والحكومه المصريه عامله شغل كتير جدا جدا وكبير جدا، وفعلا جمهوريه جديده بشكل كبير يعني. الممشى السنه دي، ممشى العلمين الجديده، غير ايه في الساحل الشمالي؟
هو بصراحة يعني دي أول مرة تحصل في الساحل الشمالي إن مدينة كاملة زي دي تتعمل، فهتشجع ناس كتير أصلاً إن هي هتيجي من برا مصر. وإحنا بنلاحظ أصلاً هنا إن ناس كتيرة جداً خلايجة وسعوديين وناس أجانب بتيجي تتفرج على المكان، لأن أول مرة يعني أبراج بالشكل دوت أو كورنيش بالشكل ده إن هو يبقى موجود في المكان. أنا شفت بنوتة قالت لي أنا حاسة نفسي في دبي في باريس احنا احسن شويه، مش عايز اقول حاجه ولا عايز يكون من افورين شويه، بس ولكن الاماكن دي مش موجوده في حد، عندنا طبيعه ربنا مديها لنا مش موجوده عند حد، في حاجات ناس عندهم حاجات صناعيه، احنا لا عندنا حاجات كتيره جدا جدا جدا، واحنا دايما بنبتدي من حيث انتهاء الاخرين يعني. شكرا لكم. اول ممشى سياحي مفتوح لكل المصريين في كل وقت في الساحل الشمالي. استاذ طارق طبعا انا برحب بحضرتك، واحنا هنا موجودين في المدينه الترفيهيه، تطور كبير جدا، انجاز يعني ليس له مثيل، الناس سعيده، الناس مبسوطه جدا بكل الخدمات اللي موجوده، البنيه التحتيه، الصرف الصحي، الكهرباء، الاناره، كل حاجه، الكافيهات اللي اتفتحت في وقت قياسي جدا. اولا يمكن احنا كنا بنتكلم في انه المولات والكافيهات اتفتحت او شغلتوها خلال 30 يوم، عملتوا ده ازاي؟ اولا اهلا بحضرتك وبالاخوه الزملاء هنا اهوت في النورث سكوير مول. اولا نورث سكوير مول دي فكره سياده الرئيس، لان عارف حاجه التطورات اللي بتحصل، ومدينه العالمين مدينه جديده اتعملت في وقت قياسي، الابراج اللي هي ظاهره ورانا دي كلها، فزي ما سيادته بيفكر دايما المشروع يمشي ازاي بعد كده هوت، من حيث الطرق، من حيث وسع الطرق لسبع حارات بدل ثلاث حارات، من حيث فضروري الابراج دي كلها يبقى لها منطقه ترفيهيه بحيث الناس عندها خدمات، سواء بقى محلات، سواء كافيهات، سواء سوبر ماركت، سواء لبس، سواء كل كلام من ده. فالوقت اللي خدوه في الانشاءات وقت عظيم جدا، لان هي ابراج كبيره جدا، وفي نفس الوقت خدوا برضو وقت قصير جدا انهم ينشئوا هذا المول. احنا جات لنا توجهات حكوميه من حوالي شهر ان ضروري المول ده يشتغل كله وينور كله، وابتدينا فعلا كشركه كونسل ماسترز كل التيم بتاعنا. احنا طبعا عندنا قبل كده ممشى اهل مصر اللي في القاهره، نزلنا بكل التيم بتاعنا موضوع توضيب وانشاء، وعندنا متابعات بقى من معالي رئيس الوزراء ومتابعات يوميه من السيد وزير الاسكان، رئيس هيئه المجتمعات سيتي ايج، ان احنا نوصل مستوى عالي جدا من الاداء للشعب المصري. سيادته بيحب الشعب المصري وعايز يعمل لهم احلى حاجه، واحنا لما بنتحرك مش بنتحرك ان هي مساله بزنس بالنسبه لنا، لا، احنا برضو كلنا عندنا نزعه وطنيه ان احنا نقدر نعمل حاجه الناس تنبسط فيها. كل الناس اللي قابلتهم النهارده استاذ طارق بيقولوا لي انه العالمين كلها اتغيرت، الساحل الشمالي اتغير بوجود المدينه الترفيهيه والممشى اللي هو لكل المصريين، والخدمات اللي حصلت الفتره الاخيره، والاسكان والمرافق وكل حاجه اللي حصل، حاجه كلها حاجه نيو، جزء جديد خالص، انك تعملي مول على شط البحر نفسه ويبقى واجهه المحلات على البحر نفسه، ان يبقى في خدمات بهذا المستوى وانشاءات بهذا المستوى، مليارز اوف باوندز اتدفعت هنا اهوت للمصريين، مش لاي حاجه. فوانت بتشتغلي واحنا كشركه بنشتغل والتيم بيشتغل، سواء بقى توضيب او هندسي او ماركتنج او اي حاجه، نشتغل على اعلى مستوى ان الناس تبقى في الاخر مبسوطه. يعني هذه المدينه او الممشى كمان بيعتبر سمارت ذكي، عندنا واي فاي، عندنا ممكن انت تشحن موبايلاتك في اي مكان هنا، تمام، كل حاجه متاحه. فهنا الصيانه بصي حضرتك، هنا المساحه 64,000 متر، في جراج 3200 عربيه تحت الخدمه ليها، عندنا اقسام الصيانه دي حوالي 330 موظف شغالين على مدار ال 24 ساعه، عندنا امن في حدود 600 فرد على مدار ال 24 ساعة، عندنا نظافة، عندنا آفات، عندنا حاجات كتير جدا بتعمل كلها أداءها. النقطة المهمة إن غير الناس بقى تيجي في الكافيهات تنبسط، العاملين اللي موجودة هنا هوت حضرتك، أنتِ عندك جزء كبير من البطالة ابتدى يقل،
فمشغله هنا اهوت فرص عمل معديه 3000 واحد بيشتغلوا هنا اهوت. لو ضربنا كل واحد في 3000 في اربع افراد في الاسره، فانت عندك 12000 واحد مصري مستفيد من المول هنا اهو، غير الناس اللي جايين الزوار او العملاء او الوظائف. الممشى طوله قد ايه تقريبا؟ في حدود 3 كيلو و 600 متر. الجزء ده اللي احنا فيه ده اهو. احنا بنفذنا قد ايه وفاضل لنا قد ايه؟ لا احنا نفذنا كله. كله 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 شغال، كله شغال. يعني احنا شغالين دلوقتي بالطاقه الاستيعابيه في حدود 40%، لان لسه طبعا الابراج اللي ورانا لسه ما فتحتش. اول ما الابراج دي هتفتح المفروض في مواعيد استلام السنه الجايه وفي مواعيد استلام بعديها، كل ميعاد استلام بنفتح الجزء النهائي. يعني على سنه 24 يبقى المول بكامل طاقته ال 100% مفتوح. انا عايزه حضرتك تشرح للناس ايه اللي موجود هنا في المدينه، ايه اللي موجود هنا في الممشى او الكورنيش اللي احنا طبعا بنقول عليه كورنيش عالمي لانه وفقا لاحدث المواصفات العالميه. يعني الحاجات اللي انا شفتها انه في مقاعد جلوس، في ممشى اللي حابب ان هو يتمشى، عندنا طبعا البحر الجميل الفيروزي متاح لكل الناس. ايه اللي موجود تاني؟ في كافيهات، في مولات، في ايه تاني موجود؟ بصي انا هقول لحضرتك زي ما دايما فكر سيادته في القصه دي، ان اللي عايز يقعد ويصرف فلوس يقعد، اللي عايز يقعد وما يدفعش جنيه بيقعد برضه، زي ما حصل في الممشى في القاهرة بالظبط. هنا في كافيهات بكاتيجري كتير، فاست فود، كافيهات عادية، أكل شرقي، أكل غربي، براندات كلها موجودة. في مناطق جلوس ببلاش، اللي عايز يجي يقعد هو ومراته وولاده من غير ما يصرف في حاجة ولا أي حاجة. محلات آيس كريم، محلات هدوم، لعب أطفال، في ملاهي أطفال كيدزينيا، في حاجات كتير جدا للناس كلها. اللي عايز يصرف فلوس كتير هيلاقي، اللي عايز يصرف فلوس قليله هيلاقي، مش عايز يصرف خالص هيلاقي. زائد ان في ممشى بقى كبير جدا، وفي منطقه للعجل مخصوصه للعجل، حارات للدراجات. صح، جبنا لهم من اهوت اكبر 3 شركات فيها عجل، بيأجروا العجل او اللي عنده عجل بيستخدمه. في منطقه على البيتش، عملنا بيتش كبير جدا في كل الفاسيلتيز وكل الخدمات الموجوده على البيتش. التشغيل كل فئات الشعب بتيجي، من اقل حاجه لاعلى حاجه، وكل واحد بيستمتع بالجزء اللي موجود عنده. ودي بقى الخبره بتاعتنا احنا في التشغيل، ازاي يونت واحد تقسمه لستة سبعة كاتيجوري في التشغيل بدون ما اي كاتيجوري يتضايق من الكاتيجوري التاني اللي موجود معايا يعني. فالحمد لله الحمد لله في خلال 33 يوم بالظبط وفقنا، وكل المحلات اللي فاتحه اغلبهم شباب واغلبهم براندات متفاهمين الفكر بتاع سيادته الاساسي في حاجه زي كده اهوت. اعمل لنفسك فلوس، وكل ما الناس ما تحققش فلوس، بس في نفس الوقت اعمل كاتيجوري عالي، مستوى عالي من الخدمه، مستوى عالي من الاداء، منظر طيب، الناس تبقى كلها مبسوطه وفرحانه بالجزء اللي اتعمل. طبعا بقى خلاص ما حدش يقول لنا تاني ساحل طيب وساحل شرير. لا طبعا، لا كله طيب. كله طيب. وانا شايف الناس كلها هنا مبسوطه الصراحه، وقابلنا كل الناس ومن كل الفئات وسعداء جدا ومبسوطين بالمدينه. على طول حضرتك، واعملوا جوله كده هو التصويريه، الناس تعرف ان في مدينه انشات من زيرو لغايه النهارده في وقت قياسي، زي ما كل حاجه سيادته بيعملها في وقت قياسي، والمتابعات من رئيس الوزراء متابعات يوميه، يعني منظومه كامله كامله في كل حاجه. واهل اهل العالمين نفسهم الناس طيبين مساعديننا في كل حاجه، يعني موضوع كبير 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 بس منظم، فطلع بالسرعه دي اللي عملناها بالاداء العالي وبالصوره دي. الناس مش متخيله، يعني الناس كانت تعدي تقول لك 30 يوم هتعمله ازاي وبتاع، كان تحدي واحنا دايما مصريين بنحب التحدي عشان بنكون دايما قد. الحمد لله. شكرا ليك. الله يخليك، شرفتونا حضرتك. مهما قعدت اوصف لحضراتكم مش هيبقى زي لما تيجوا انتوا تشوفوا بنفسكم حجم الانجاز والتطور اللي حصل في بلدنا، سواء كانت مدينه العالمين الجديده والتطور والانجاز اللي حصل في وقت قياسي جدا، او حتى في المدينه الترفيهيه والممشى السياحي اللي احنا دلوقتي موجودين فيه، المتاح لكل الناس، لكل المواطنين المصريين، لكل الفئات، لكل الطبقات، في كل الاوقات. الناس سعيده ومبسوطه وبتستمتع كمان بالوقت، وبتستمتع بالبحر الجميل بتاعنا والرمل، لو كل حاجة هنا حلوة ومميزة جدا. بنتكلم على مستشفيات، مدارس، جامعات، إسكان،
مرافق، بنية تحتية، صرف صحي، كهرباء، هذا الممشى السياحي لكل المصريين. حي سعداء، وبنتشرف إنه إحنا فعلاً أثبتنا إن إحنا قد التحدي. اللي إحنا شايفينه ده كان تحدي كبير جداً بالنسبة لنا، ولكن إحنا دايماً المصريين وبوجود هذه الإرادة السياسية وبتوجيهات طبعاً القيادة السياسية دايماً بنثبت للعالم كله إن إحنا نقدر نعمل المستحيل، نقدر إن إحنا نصنع المعجزات. مدينة العالمين الجديدة هي إحدى معجزات الجمهورية الجديدة.
طول السنة. مدينة العالمين الجديدة معمولة بالظبط عشان كده. والحقيقة كل مرة بعدي من قدامها بنبهر. في مدينة العالمين الجديدة كل حد معمول حسابه. في الشغل، في السكن، مدارس وجامعة، مستشفيات، نوادي، ترفيه. ايه حجم الشغل ده؟ آلاف المصريين بيشتغلوا ليل ونهار، عمال ومهندسين وصناعية تحسهم فخورين باللي بيعملوه، بيبنوا في أرضهم، بيبنوا بلدهم عشاني وعشانك. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وكنا سايبين حضراتكم الدقائق اللي فاتت دي مع مناظر طبيعيه خلابه الحقيقه وجميله، وعشان نعرف بس انه لما طول الوقت بنقول مصر جميله وساحره بشواطئها ومدنها السياحيه دي مش مبالغه اكيد، لانه الواقع هو اللي بيقول كده. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي الى جوله الصحافه النهارده، وهتكون ضيفتنا فيها اللي منورانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشوباشي اللي بنرحب بيها معانا. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين. استمتعنا انا وحضرتك واحنا قاعدين بنتفرج مع بعض على طبعًا المناظر الطبيعيه دي. طبعا لانه هي الحلو في القناه انها ما بتقولش نظريات. صحيح. ما بتتكلمش نظري، بتقول لي العالمين حلوه، طب وريني كده حلوه ازاي، بشوف دي المناظر الطبيعيه. هو ده اللي بيغري بقى. صحيح. هو ده اللي بيجذب. صحيح. اكسترا نيوز دايما بتقدم بالزبط الخبر بالصوت والصوره. بالصوت والصوره. طيب هنشوف مع حضراتكم دلوقتي، يعني نستعرض كده ابرز عناوين الصحف المصريه النهارده واللي منها موضوعات كثيره متنوعه هنناقشها مع الاستاذه فريده. طيب أستاذة فريدة، في مجمل هذه العناوين والموضوعات يمكن اللي أكترنا بتكلم عنها من امبارح للنهاردة هي فكرة اللقاء الأخوي اللي بيجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعا لي مع قادة الدول العربية، الأردن والعراق والإمارات والبحرين. طول الوقت بنتكلم، وحضرتك طبعا لما يعني بنفتح الموضوع ده على طول بنتكلم على العروبة والتكامل طبعًا العربي طبعًا. دور مصر المحوري، وكنا الأول بنقول مصر هي رمانة الميزان، ومع الوقت حتى تطور هذا الدور إنه مصر هي دائما من تدعو إلى عقد هذه اللقاءات طبعًا العربية حتى بشكل أخوي أيضا، والبحث في مستقبل الأمة العربية. إزاي بتشوفي حضرتك هذا التكامل العربي؟ أنا بشوف إن لو تفتكر يا منى، أنا من أول يوم قلت هذا الرجل شغلته رسالته في الحياة ربنا جابهولنا لأنه رجل بناء. فالبناء في مصر احنا شايفين وشايفين كل يوم الانجازات اللي بتحصل، لكن ايضا بناء على مستوى مكانه مصر في قلب الامه العربيه، وبالتالي الـ يعني كل ما بتوسع الدايره. خدي بالك ان احنا سنه 2011 لما قالوا لنا الربيع العربي اللي انا بعتبره الربيع العبري هو كان تفتيت للوطن العربي، وكان الجائزه الكبرى بتاعتهم مصر. فالنهارده مصر بتعيد التلاحم والوحدة والتعاون بين الأشقاء العرب في
كل المجالات. وبعد هذه الثورات يا استاذه فريده ما نقدرش ننكر انه حدث شقاق في الصف العربي. طبعا طبعا كان في اختلافات كثيره، ولكن عادت مره اخرى هذه الوحده بالزبط. ولسه بنسعى الى تطوير هذه العلاقات بالضبط، لانه قدامنا كتير. ما هو ده كان مشروع قديم جدا من ايام بريطانيا، كانت فرق الصف العربي. ايوه، فاحنا النهارده الرئيس السيسي قلقته، يعني كل الناس بتثق فيه، لانه كل اللي بيعمله قدامنا وكل اللي بيعمله على مسمع ومرأة من العالم كله واضح. يعني عمر مثلا ما حد، وانا بقرا الصحف الاجنبيه المترجمه للفرنسيه مثلا، عمر ما حد قال ان مصر كانت بتشجع ميليشيات او بتعمل، يعني كل الحاجات الحقيقه الدخيله علينا والكريهه كمان، لان بيبقى ناس زينا كده وشبهنا وبيكلموا لغتنا والاعداء بيجندوهم علشان يخربوا البلاد العربيه. فاحنا شفنا قد ايه اتفتتنا، مثلا ليبيا شوفي كانت ايه وبقت ايه، سوريا، العراق، شوفي العراق لغايه النهارده بيعاني من ده. واللي بيعمله الرئيس السيسي انه بيعيد لحمه الوطن العربي كله، لانه انت لما تبقي مصر، طبعا مصر ما حدش يقدر يعني يتجاهل دورها او يتجاهل مكانتها، ده حاجه مش معقوله. يعني مصر هي زي ما احنا بنقول ام الدنيا، وعلى فكره ده العالم كله معترف بده. بس هي الفكره فين؟ انك انت لما تبقي انت وحواليكي الوطن العربي كله، دي هي دي الـ الـ يعني دليل القوه ودليل الترابط. احنا مش عايزين قوه عشان ناذي حد، احنا عايزين قوه عشان يبقى بيننا تنسيق مثلا في الغذاء، في الطاقه، في الدفاع، في كل المواقف حاجة. عموما حتى في المواقف حتى طبعا عموماً. طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا يعني كان سنه 56 لما جمال عبد الناصر الزعيم الخالد وقف وقال لن نستسلم في العدوان الثلاثي، فجميع انابيب النفط من المحيط الى الخليج الجماهير فجرتها. فده اللي بيخلي الاعداء بتاع اعداء الامه العربيه يترعبوا من الوحده العربيه، من التعاون العربي، التنسيق بين الدول العربيه، الاخوه اللي بتاع. انت في اوروبا مثلا في الاتحاد الاوروبي صح، تطلعي من انجلترا بتعرفي انجليزي، تروحي فرنسا بتعرفي فرنساوي ولا لا، تروحي المانيا يا ترى. انت هنا لو ركبتي من موريتانيا ورحتي لغايه البحرين مثلا، يعني نفس الكلام، نفس اللغة. إحنا أرض مشتركة، لغة مشتركة، ثقافة مشتركة، فإحنا عندنا كل مقومات اللي توحد بيننا. طيب بالحديث عن الأرض وبالحديث عن التعمير والصورة الجمالية اللي كنا شايفين منها مشاهد كتيرة من شوية أستاذة فريدة، مدينة العالمين الجديدة والمستقبل، العالمين يمكن من حتى إحنا كمواطنين بنقولها دايماً، إن من سنة لسنة أو من صيف لصيف لما بنروحها بنلاقي فيه تجديدات وبنلاقي فيه حاجات كتيرة جدا حصلت فيها. الفكرة مش بس إنها مصيف جميل نروح نقضي فيه كام يوم ونستمتع بالشواطئ والخدمات اللي هناك، نتكلم عن ما هو أكبر من ذلك، على الصورة الأكبر، على فكرة الفرص الاستثمارية، بنتكلم على خلق فرص العمل الجديدة، بنتكلم على شركات القطاع الخاص اللي بتدخل كمان بالتكامل والتعاون مع الدولة في البناء ومزيد من التعمير. بتشوفي هذا المشروع هنقدر نقول عليه مشروع قومي، فكرة تعمير مدينة العالمين والاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية الجميلة والفريدة اللي موجودة فيها يا أستاذة فريدة؟ لا طبعا، شوفي احنا كلنا شايفين ان اللي بيحصل على أرض الواقع في المدن الجديدة معجزة، يعني شيء عبقري، يعني وشيء بيدل على ان في إخلاص، في تفاني في خدمة المصريين وخدمة الجمهورية الجديدة اللي احنا بنتطلع لها. بس احنا ربنا حبانا بشواطئ لا مثيل لها في العالم. انا عشت بره، كان حلم ناس كتير جدا انها تروح مصر وتصيف في مصر مثلا. فشوفي النهارده العالمين زي ما قلنا في البداية، يعني ما هياش، مش بقولك العالمين ده مدينة جميلة وهايلة، لا بوريك يعني ادي الواقع بتاع العالمين.
والعلمين فيها كل مقومات الراحة والاستجمام والمتعة وكل اللي انت عايزاه. في نفس الوقت زي ما انت قلتي بقى ده بيفتح مجال يعني للاستثمارات في كل مش بس الاستثمارات العقارية على فكرة، ممكن استثمارات أيضا صناعية. بس لما يبقى في حد عارف انه لو جه البلد دي هيعيش عيشة محترمة ويعيش كويس ويعيش يعني في وسط مناخ صحي ومشجع على الكسب وعلى العمل وعلى الربح الحلال، كل ده بيبقى حلو طبعًا. بالنسبة بيجذب دوام الجذب. صحيح التوسع اللي حصل في تفضيلات السائح الأجنبي، إنه إحنا طول عمرنا عارفين السائح الأجنبي يجي على البحر الأحمر ويقول لك راد سي الغردقة وشرم الشيخ أو البحث عن الآثار والحضارة في الأقصر والأسوان. جبناه بقى على البحر الأبيض، امتدادات البحر الأبيض المتوسط في المكان ده بالزبط. لأنه العالمين حتى يعني أغلبنا لما راح قريب هناك شايف عدد كبير من الأجانب، غير طبعا إخواتنا العرب طبعًا. مليانة الحقيقة طبعًا. فده كمان يعني جاب خط سياحي جديد. هو ده بيفسر لك كمان الهستيريا بتاعت الأعداء، يعني إزاي بيحاولوا يشوهوا كل إنجاز، بس إحنا بنرد عليهم زي ما القناة عملت كده، بنرد عليهم بالواقع، بنرد عليهم بالمكان وباللي بيحصل في العالمين الجديدة. على فكرة في مدن كتير جديدة في مصر هتغير وجه مصر خالص، يعني اللي قعد 50 سنة في ركود. يعني احنا يعني انا مره مش عارفه مين بيقول لي الاستقرار، قلت له احنا فضينا من عفنا من كتر الاستقرار، عايزين بقى نبتدي نشتغل. وده اللي حصل دلوقتي، وده اللي حصل مع قائد، يعني الحمد لله ان احنا الاغلبيه الساحقه رغم كل المؤامرات ورغم كل الحروب من الاعداء، الا ان كلنا بنثق فيه وكلنا حملناه الامانه وكلنا شايفين ان هو بينفذ اللي احنا بنأمل فيه. التوترات اللي موجودة في العالم كله أستاذة فريدة، أزمة روسية أوكرانية، تضخم بيضرب دول العالم، ومشاهد لم نكن نتوقع إن احنا نشوفها بالطبع. إنه دولة عظمى زي ألمانيا يبقى فيها يعني قرارات إنه كل مواطن يصرف زجاجة زيت واحدة بالطبع. كناش نتصور أبدا إنه ألمانيا فرنسا إنجلترا وغيرهم يحصل فيهم كده. هذه التوترات حضرتك بتشوفي الدور العربي، وهرجع تاني مع حضرتك لفكرة الدور العربي ومصر وبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأناه في 2016 اللي خلانا الحمد لله لغاية دلوقتي لم تصل إلينا هذه الأزمة بضرباتها القاسية حتى الآن طبعاً. وما زال في إحكام وسيطرة على الأسعار، حتى لو أحياناً بنشتكي إن في بعض الأسعار في زيادة، لكن ده ما يقارنش باللي بيحصل في دول أخرى طبعاً. أنت شايفة ده إزاي يا أستاذ فريدة؟ أستاذ فريدة حضرتك شايفة أنا إزاي؟ شايفة الأول إن الرئيس السيسي كان كأنه بصار، عارفة؟ يعني حكاية الصوامع وحكاية الصوب الزراعية وحكاية التوسع في الأرض الزراعية وحكاية تخزين القمح وزيت وكذا حاجة تكفيك 4-5 أشهر، لأنه العالم كله زي ما أنت قلت بيعاني من هذه الكارثة. أنا رأيي اللي حصل في أوكرانيا صحيح. فأنا شايفة أنه إحنا الحمد لله يعني نجانا القيادة بتاعتنا بالبصيرة بتاعتها نجتنا من ان احنا تخيلي لو احنا ماشيين وعلى اساس ما فيش اوكرانيا وما فيش مشكلة وبعدين بعد 15 يوم احتاجنا قمح، لا احنا عندنا ما يمكننا من ان احنا نقدر نستوعب ونتجاوز الأزمة. يعني الحاجة التانية انه طريقة الرئيس السيسي في جمع الدول العربية والأقطار العربية كلها والشعوب العربية وتوحيدها هي ان كل واحد يكمل التاني. انت عارفة اللي عنده قمح مثلا يقدر يدي اللي ما عندوش، اللي عنده طاقة يقدر يدي اللي ما عندوش، اللي عنده خضار وحاجات كده يعني في يبقى في تكامل. انت عارفة زي ما انت مثلا بتيجي تطبخي حاجة ما بتاخديش حاجة واحدة، بتاخدي كذا حاجة بتعملي بيهم مكونات كتيرة بالظبط. فاحنا المكونات دي هي اللي بتحصل دلوقتي، وافتكر ان دلوقتي كل الدول العربيه حتى اللي مش موافقانا قوي يعني لانها ليها ارتباطات اخرى
كل الدول العربية تستشعر دور مصر القيادي والإنساني والعروبي والوطني والجميل في العدالة والتطلع إلى الأفضل. يعني إحنا كنا متشرذمين قبل ثورة يونيو، فإحنا الحمد لله بنرجع نسترجع ده تاني، وبنرجع يعني إحنا عندنا النهاردة يمكن في كل حاجة في حياة كريمة. هي الحياة تبقى كريمة إزاي؟ إن أنا أكسب قوت يومي، صحيح، تمام، صحيح، إن أنا أبقى عايش بكرامة وفكر في مستقبل مستدام يا أستاذة فريدة. يعني عمر الفكرة ما كانت فكرة إن أنا بس أنقل مواطن من مكان لمكان، أنا بنقله بشكل فيه استدامة. يعني طبعاً مواردك الطبيعية تبقى عاملة إزاي، مستقبلك، الصحة، التعليم، طبعاً المنظومة متكاملة على بعضها. عشان كده حتى فكرة نقل المواطنين من مكان لمكان والانتقال لحياة أكثر كرامة هو موضوع طبعا لوجستياته كتيرة وأبعاده كتيرة جدا، بس في النهاية لما بتقدر الدولة تحققه على أرض الواقع حقيقي بيفرق بشكل كبير جدا مع المواطن. أنت لما تجيبي بحر البقر، بطن البقرة اللي كانوا فيها في العشوائيات، وتجيبي الأثمارات، يعني دي حاجة بقى لسه يعني كنا عارضين من شوية في خلال حلقة النهاردة من مصر القديمة. أيوة. وانتقال أهالينا هناك من ثلاث مناطق من مصر القديمة، انتقلوا إلى مشروع طبعاً الخيالة. أيوة. لسكن حياة كريمة أيضا وسكن أكثر أمنا. يعني 60% من الشعب المصري كان عايش تحت خط الفقر. نعم. وتحت خط الإنسانية. نعم. حتى يعني لا في صرف صحي. نعم. ولا في مية ولا في يعني كل حاجة. نعم. كانت وحشة. نعم. ولا في شغل، لأنه هو بيصحى. نعم. من النوم وقاعد في البتاع دي ما عندوش طريقة حتى إنها توصله. يعني في النهاية لو إحنا بنتكلم على صورتين أو مشهدين، بنتكلم على مشهد داخل مصر نفسها، داخل المناطق اللي كانت غير آمنة وانتقل بها المواطن إلى منها المواطن إلى حياة كريمة، أو بننتقل على صورة جمالية أخرى موجودة وهو استغلال مواردنا الطبيعية وما حبى الله بها أرضنا ومصرنا الحبيبة، زي على سبيل المثال العالمين والصور الجميلة اللي بنشوفها على أرض الواقع. وزي ما أستاذة فريدة قالت قناة في أكسترا نيوز، إحنا الحقيقة يعني بننقل الصورة كما هي، فالصورة الموجودة في العالمين هي صورة حقيقية جمالية تفوق الحقيقة الخيال في فكرة الجمال والخدمات المقدمة بالزبط. هناك لأن ما حدش يقدر يقول لي ده مش برج أو دي مش ده مش البحر أو ده مش يعني البحر هو ده أو دي مش مية البحر أو مش لون البحر. أنا ضد ده، أنا صحيح ضد الكلام عن الإنجازات بشكل نظري. عشان كده بتابع القناة وبتهيألي إنها خدت مكانتها كأهم قناة، يعني في إنها توصل كل حاجة للمصري بأمانة. على فكرة صحيح، هو ده الجميل وهو ده اللي بيخلي الثقة فيها، لأنه كل حاجة ما فيش إن إحنا أعظم، لا إحنا أهو بنعمل كذا، بنبني كذا، بنفتح طرق كذا، يعني بالنيابة عن كل زملائي في أكسترا نيوز بشكر يعني حضرتك جدا. اهتمام المواطن بما يحدث صحيح في بلده. صحيح. ما بقاش أنا قاعد كده ومش عارف أي حاجة. صحيح. يعني لا صحيح. يعني دي تبصيري برضو. شكرا يعني لحضرتك يا فندم بالنيابة عن كل زملائي في أكسترا نيوز، بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، شكرا لوجودك معنا. وشكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، ونتمنى أن نكون النهاردة قدمنا مجموعة من الفقرات والأخبار المتنوعة وختمناها يمكن بالصورة الجمالية الرائعة الموجودة في مدينة العالمين والتطور اللي حصل فيها هناك، ونقدر نخطف في رجلنا في أي ويك أند ونطلع هناك نشوف هذا الجمال الموجود ونستمتع بما حبان الله به في مصر الطيبة الجميلة. كنت معكم أنا منة فاروق، نلقاكم غدا بإذن الله في تمام 8 صباحا مع زملائي في هذا الصباح، ودمتم في أمان الله.